الحمام. فكك مني بقى، مش ناقصاك يا عم. صدقي كل ده عشان تمشي وتسيبيني؟ انت مجنونه بجد. المندده. شاطر. يعني ايه نون الكلمه دي؟ مندده يعني الترابيزه. ايوه صح، المس قالت لنا كده. تمام، اقرا اللي بعدها. الحائط. الحائط. هو انا كده ما بقتش اعرف اقرا واصحابي يتريقوا عليا في السكول؟ مين اللي قالوا الكلام ده؟ انت بتقرا حلو جدا وهتبقى اشطر واحد في الكلاس عن اصحابك كمان. مالك يا كارما في ايه؟ مالكش دعوه بقى بيا، سيبني في حالي. هو انا كنت ماسكك يعني؟ حرام عليك بقى يا كريم، سيبني في حالي. في ايه يا كارما؟ انا ضعبت. مالها اختك؟ والله نونا ما عملت لها حاجه، هي بقى لها يومين غريبه كده، من واحنا في النادي وهي عماله تزعق فيا. دخلت الحمام ساعه وطلعت مجنونه، واحنا في الطريق بسالها مالك؟ قالت لي اصل انا بطني وجعاني. هو اللي بطنه وجعاه بيفضل يزعق ويشتف في الناس كده؟ اعمل ايه انا دلوقتي يعني؟ ما تعملش حاجه، مالكش دعوه بيها. بس وانا هطلع لها دلوقتي. اطلع غير هدومك. يلا كمل قراية. مالك؟ كريم قال لي انك تعبانة. كان في البيريد. طيب وماله؟ عارفة ده معناه ان احنا ما بقيناش بنات صغيرين، بقينا مدموزيلات كبار. بس انا مكسوفة قوي من نفسي. ليه؟ ما فيهاش اي حاجة تكسف، بالعكس دي حاجة لطيفة، معناها إن احنا بنكبر يا حبيبتي. بس أنا مش عايزة أكبر كمان. عارفة، عارفة عايزة تقولي إيه، بس على فكرة لازم تصدقي إنها موجودة معانا وشايفاكي وفرحانة بيكي وإنتي بتكبري وبتبقي أحلى. انا عايزاها تكون معايا بجد. تقولي اعمل ايه؟ وحشتني قوي. وحشتنا كلنا، بس فريده معانا ما سابتناش ومش هتسيبنا. وبعدين انا موجوده، تقدري تساليني في اي حاجه عايزه تعرفيها. طب انا اقول ايه لكريم ويوسف؟ هنقول لهم حاجة، هما مالهمش دعوة، دي أسرارنا، أسرار بنات. هيقعدوا يسألوني يا نونا، بالذات كريم. هنقول له إنك واخدة برد في معدتك. ثانك يو يا نونا.